السلام عليكم، اهلا بكم. هنعمل في الفيديو ده الغرزة الجميلة دي، غرزة الزجزاج. ده حرف ممكن تشتغلوا كده وبعدين تركبوه على حرف اي بلوزة او بلوفر من تحت او على الكم او على حرف الياء كمان الكولا. هنشوف سطر بسطر بيتعمل على 6 اسطر، والبداية بتبقى 4 غرز بس على الابر. نبدأ مع بعض الفيديو. نبدأ غرزتنا واللي بتتكون من 4 غرز. نبتدي ب4 غرز. اهو بعد كده نشتغل 3 اسطر الغرزة العادلة. 3 اسطر بالغرزة العادلة. أول سطر، اشتغل ثاني سطر، نبدأ السطر الثاني بالغرزة العدلة برضو. اشتغل السطر الثالث برضو بالغرزة العدلة. ال4 غرز اللي نيجي للسطر الرابع، وده اللي هيبقى فيه زيادة غرز. هنعمل ايه؟ هنشتغل اول غرزة كده ما نسلتهاش، ونشتغلها من اللفة الخلفية كمان مرة. اهو ما نسلتهاش، نشتغلها كمان مرة من اللفة الأمامية وكمان مرة من اللفة الخلفية لغاية ما يبقوا 5 غرز. 1 2 3 4، وادي 5 واحدة. ماشي، يبقى الغرزة بقوا 5. زودنا 4 يعني على أول غرزة بقوا 5. كمان نعمل لفة خيط ونشتغل الغرزة دي، نزود برضو غرزة كمان بعمل لفة ونكمل بقية الغرز بتاعتنا. ده السطر الرابع. السطر الخامس هنشوف هنعمل ايه. السطر الخامس نكمل نشتغل بالغرزة العدلة. ادي 1 2 3 4، دي اللفة كمان هشتغلها، والغرز التانية اللي زودناها الخمسة بنشتغلهم مقلوبين. 1 2 3 4 5 كده السطر الخامس. كمل السطر السادس، هنقفل فيه الغرز اللي زودناها. السطر السادس هاخد اول غرزة كده من غير شغل، اشتغل اللي بعدها وابتدي انقص. اقلب دي على دي، نقصنا غرزة. اشتغل دي، نقلب دي على دي، يبقى نقصنا تاني غرزة. نقص تالت غرزة نفس الطريقة. نقص رابع غرزة. اجي الغرزة دي كمان هاخدها كده من غير شغل، واشتغل اللي بعدها واقلب المسلوطة عليها برضو. نقص دي كمان، دي اللي كانت اللفة، واكمل الغرز اللي باقية. يبقوا عندنا تبقوا 4 غرز زي الاول اللي ابتدينا بيهم. اكمل تاني واكرر من 1 ل6. بصوا عملنا الفسطناطة دي، البوزة دي. بعد ما رجعنا ل4 غرز هنبتدي بقى من السطر الاول تاني، وهكذا نبتدي معاكم برضو عشان تحفظوا الاسطر ازاي. اهي بنشتغل 3 اسطر كلهم عدين من الغرزة العدلة، ال4 غرز. اول سطر انا بكرر معاك اهو، تاني سطر لسه ما فيش اي زيادة، لو في زيادة ونقصان في الغرز.
ثالث سطر احنا ماشيين مع الاربع غرز بالغرزه العدله، اربع اسطر، يعني ثلاث اسطر يا جماعه، ثلاث اسطر بس، الاربع غرز ثلاث اسطر. السطر الرابع نبتدي نعمل الزياده اهو. الزياده ازاي؟ ناخد اول غرزه من اللفه الاماميه، وبعدين كمان مره من اللفه الخلفيه، واطلعه ما سلتش من اللفه الاماميه تاني، يبقى دي ثلاثه اربعه، معلش سرته، ثلاثة، دي رابع واحدة، مسلتش، خامس واحدة تاني من اللفة الأمامية. يبقى كده طلعت من الغرزة الواحدة زودت عليها أربع غرز، بقوا خمس غرز، وأكمل أرفع الخيط لفوق عشان أعمل لفة كمان وأعمل الغرزة دي عدلة، واللي بعدها عدل، واللي بعدها عدل. كده السطر الرابع عملت فيه اربع غرز في الاول زياده، وغرزه باللفه كمان، يبقى خمس غرز زياده. اجي في السطر الخامس بشتغل بالغرزه العدله، اشتغل دول بالغرزه العدله، اتنين تلاته اربعه، ادي اللفه برضو اخدها بالغرزه العدله، واشتغل الخمس غرز دول بالغرزه المقلوبه، ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. يبقى اشتغلت الخمس غرز الاخرانيين اللي انا زودناهم، زودنا اربعه يعني على الاولى بالمقلوبه. اجي اشتغل السطر السادس، وده اخر سطر في التكرارات، عمل الفستونات، هاخد اول واحده سلتها واللي بعدها اشتغلها عدل، وانقص واقلب دي على دي، نقصنا واحد، اشتغل اللي بعدها انقص، تاني واحده، تالت واحده في التنقيص، رابع واحده، اللي زودناهم في الاول نقصناهم اهو، كمان دي كمان هسلتها اشتغل اللي بعدها وانقصها، اللي هي بتاعة اللفة، بقوا اتنين، وادي اتنين، رجعنا للاربع غرز تاني. شايفين يا جماعة بكل سهولة اتعملت الفستونة تاني، رجعنا للاربع غرز، وهكذا اكرر بقى من السطر الاول للسطر السادس. يا رب تكون شايفين معايا، هكرر بقى اوريكم شكل الفستونات مع تكرارات الغرز، تكرارات الاسطر من واحد لستة. قررت كده الست اسطر يا جماعة مع التكرار، شوف شكل الغرزة جميلة ازاي، شوف الشكل الزجزاج جميلة قوي. يا رب تكون عجبتكم الغرزة، تعملوها بكل بساطة، وقابلكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله. مع السلامة.